السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل طريقة الكيك الاسفنجي، هنعمله بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم. هنقول لكم المقادير بقى. معايا 6 بيضات، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة محسن جل، مع ذرة صغيرة خالص ملح، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، معلقة كبيرة خل، كوباية مش مليانة قوي مية دافية، نص كوباية نشا، كوباية ونص دقيق، كوباية سكر. هنبدأ بقى الطريقة. نجيب الأول بولة نخلط فيها ايه المكونات الجافة، اللي هو الدقيق. طبعا الدقيق ده منخول كويس جدا ومنخول كذا مرة. هنحط الدقيق الأول عشان الكيكة تطلع معاكي هشة وحلوة. لازم تمخلي الدقيق أكتر من مرة، ما تحطوش كده. نحط عليه النشا، نحط الدقيق والنشا. نجيب معلقه بس ننزل هنا، نحط الدقيق والنشا وعليهم ايه ذره الملح الصغيره، نقلبهم. نحط البيكنج باودر، نحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. معلقة صغيرة من بتاعة الشيك كده بيكنج باودر، بنقلبهم كده كلهم مع بعض. يبقى كده احنا حطينا المكونات الجافة كلها على بعض، نقلبهم ونركنهم بقى ايه كده على جنب، ونركنهم كده على جنب عشان نبدأ في ايه في عمل بقية التورتاية. ورجعت لكم تاني بقى. هنا حطيت 6 بيضات، واحط عليهم معلقه الخل، واحط عليهم كوبايه الميه الدافيه، كوبايه مش كامله ميه دافيه، واحط عليهم كوبايه السكر، واحط معلقه صغيره كده فانيليا. استحسن فانيليا سايله، يعني ما تخليش اي ريحه زفره للبيض، وبتكون نتيجتها احسن يعني من الفانيليا ايه من الفانيليا اللي هي البودره. وبعدين البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش لسه طالع من الثلاجه ونروح نعمل البيض كده، مش هيديكي نتيجه كويسه. حط معلقه المحسن كده، معلقه حلوه كده، حطينا البيض بدرجة حرارة المطبخ والمحسن ومعلقة الخل والفانيليا، كوباية المية اللي مش مليانة. دلوقتي هنبتدي بقى كلهم نضربهم بإيه في المضرب، هنفضل نضرب فيهم لغاية اللي احنا عايزينه. بصوا عامل ازاي، بقى كريمي ولونه فاتح خالص كانه ابيض اهو. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنخلي المضرب على درجه واحد بس، على اوطى درجه فيه، وهنبدا نحط الدقيق اللي احنا حطينا عليه البيكنج باودر، معلقه صغيره البيكنج باودر وذره الملح ونص كوبايه النشا وكوبايه ونص دقيق. هنحطهم واحده واحده على الخليط دوت لغايه لما يختلط الدقيق بالخليط دوت، وساعتها خلاص كده ما نقعدش نضرب فيه كتير، يا دوبك الدقيق يختفي بس في الخليط، ما نقعدش نضرب فيه كتير علشان ما تبقاش الكيكه يعني عامله درجه واحده كده. ونحط حبه
اخلط الدقيق كله لغايه ما ينتهي وارجع دلوقتي. رجعت لكم تاني بعد ما ضربتها كويس بالمضرب. بصوا بقى، وايه جبت بالاسباتيولا كده اقلب الخليط كده تقلبتين بس عشان اضمن ان مفيش اي دقيق لسه ما اتخلطش. ما تضربيش ياما بالمضرب ولا بالاسباتيولا، ضرب تقلبتين كده بس عشان ما تلاقيش ان لو في دقيق لسه ما اتخلطش يا ايه نخلط. دلوقتي انا هعمل تورتيه 20 في 30. ال 20 في 30 دي انا عندي الصاج دوت، طبعا الصاج الاول بتجيبيه وتفرشيه ورق زبده زي كده، يا ريت ورقه الزبده تكون على قد الصاج زي كده علشان ما يهدرش معاكي. انا عندي الصاج دوت 30 في 40 هعمل فيه التورتيه وهعمل فيه الجاتو كمان. هعمل فيه التورتيه ديسك ديسك علشان ما اقعدش اقسم التورتيه واقطعها بالسكينه وكده يعني طبقات، لا هاخد الديسك طبقه على طول. ده 30 في 40 انا هقسمه اتنين، هيبقى 20 في 30 هحط كل ديسك على التاني، يبقى هقسم الديسك ال 30 في 40 ده نصين هيبقى 20 في 30. يبقى جيت مقاسه التورتيه وهوريكم هقسمه ازاي في الجاتو. دلوقتي احنا بنعمل التورتيه دلوقتي دوت للتورتيه. التورتيه دي انا هعملها نصها فانيليا ونصها شوكولاته. انا عملنا دلوقتي الفانيليا ولسه هنعمل ايه الشوكولاته. الشوكولاته قلت لكم نفس الطريقه دي بالظبط، بس هنعمل ايه، هنشيل ربع كوبايه دقيق ونحط ربع كوبايه كاكاو، وهي هي نفس الطريقه بالظبط. هصبها في الصاج وهنسويها، صبها في الصاج كده واسويها وارجع لكم. دلوقتي احنا بنسويها في الصاج كده، تفضلي تفرديها وتسكني في كل الجوانب كده اهو، تفضلي تفرديها كده وتسكني في كل ايه الجوانب بتاع الصاج، تفرديها لغاية لما تتساوى كلها، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، ده مهم جدا عشان يطلع الديسك معاكي سلقي كله سوا واحد، ما يطلعش حتة عالية وحتة واطية. هسويها واكملها وارجع دلوقتي اهو. بعد ما فردتها في الصاج، بص انا فردتها ازاي، بعد ما نفردها كده لازم نهبدها ايه كده علشان ايه، علشان تطلع كل فراغات الهواء اللي جواها، ما يبقاش في حتت كده فيها زي فراغات كده لما نيجي نفتحها. دلوقتي الخليط دوت عمل لي صاجتين من دي، دلوقتي ابو الخليط عمل لي ساقتين من دي كده، ادي صاجه وادي صاجه، ده الخليط بتاع الست بيضات عمل لي ساقتين من دي كده. انا هسويه بقى، طبعا الفرن مشغلاه من اول ما بدات اعمل الكيك، مشغلاه على درجه الحراره 180 علشان دوت مش عالي قوي مش زي التورتايه يعني هياخد وقت كبير في الفرن، لا ده هياخد بالظبط 10 او 12 دقيقه بالظبط، وهنطلعه واوريه لكم لما اطلعه. دلوقتي هندخله الفرن وارجع. دلوقتي حبايبي هي طلعت من الفرن، لسه طبعا هي سخنه جدا لسه طالعه من الفرن اهي دوت. طبعا انا اختبرتها بسكينه او بعصايه الشيش كده، لقيتها ايه الحمد لله ما طلعش فيها عجينه ولا حاجه كده، تبقى استوي. دلوقتي طبعا هغطيها واسيبها تبرد خالص وبعدين هبقى ايه هشتغل فيها. هغطيها واسيبها تبرد خالص وبعدين هبقى اشتغل. ورجعنا لكم تاني حبايبي. دلوقتي انا عملت الكيك الاسفنجي اللي هو بالكاكاو اللي هو بالشوكولاته، هوريه لكم بقى ايه، عملت اتنين الابيض ودي عملت اتنين الفانيليا واتنين دي الشوكولاته. هوري لكم بقى احنا هنشيله ازاي من ايه من الصاج. الاول هنسلك الاطراف كده بسكينه كلها سنه رفيع، نسلك الاطراف كده. بسم الله الرحمن الرحيم، سلك الاطراف بالراحه عشان لما تيجي تقلبيها تتقلب ايه معاكي. احنا كده سلكنا الاطراف، هنجيب ورق الزبده ونحطها ايه عليها علشان نقلبها عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت بمنتهى السهولة. هي طلعت، بص طلعت جميلة ازاي. نعمل ايه بقى؟ نشيل ورقة الزبدة. ودلوقتي حبيبي احنا هنشيل بقى، انا قلبت الاتنين اهو، ادي ديسك وادي التاني. هنشيل بقى الورق الزبدة من عليه. بص بيتشال بكل سهولة اهو، بنسلك الاطراف كده بالراحة عشان الكيك هش جدا جدا ممكن يطلع ايه بيه. بص الكيك هش قد ايه، مش مستحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده كده شلنا ورقة الزبدة من عليه، هنغطيها بيها تاني وهنسيبها ايه، هنسيبها ديت احنا عملناها كده وبردت وشلنا ورق الزبدة ايه، وقلبناها وبعد ما بردت وشلنا ورقة الزبدة من عليها، هنغطيها بفوطة بقى ونسيبها لتاني يوم ايه علشان نذوقها. بس هوريكم دلوقتي الاتنين الفانيليا اللي احنا عملناهم في الاول. احنا برضو قلبناهم اهم على ورق الزبدة كده، يبقى احنا عندنا اربع ديسكيت، اتنين فانيليا واتنين شوكولاتة. هسيبهم بقى هغطيهم كده بفوطة نضيفة واسيبهم لغاية تاني يوم. دلوقتي حبايبي هي شكل التورتية بعد ما زينتها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب علشان توصلك كل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله بقى انتظروني في فيديوهات تانية كتير جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.